جوليا تعود إلى سور بعد 27 عاما وتبكي على المسرح. جويس عيي. بعد 27 عاما عادت جوليا إلى بداياتها إلى سور. بعد 27 عاما أطلت جوليا على جمهورها في سور لتقف على مسرح مدرج سور الروماني شابة وفية ثائرة متمردة بصوتها الصارخ في برية الفن. 26 ألف شخص حضروا جوليا في ليلتين متتاليتين فوقفت لتسأل: دخلكم البحر وراي ولا قدامي؟ جوليا العائدة إلى سور خصت جمهورها بأغنية جديدة عبرت عن اشتياقها لهم. راجع إلكم بعد طول سنين. لم يكن دخول جوليا الملوكي الدخول الوحيد الذي فاجأ الحاضرين، فحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصيا الحفل إلى جانب عقيلته السيدة رندا بري أشعل الحاضرين، فصرخت إحداهن مرحبة ببري، فما كان منه إلا أن وقف ليحييها. وهكذا عبر بري للأم تي في عن حبه لجوليا. احنا بنعبر عن الشيء اللي بحسه كل الشعب المغربي وخاصة الشعب الجنوبي. بقول هذا المناسبة اليوم مناسبة تموزية. طب وأي أكثر أغنية بتحب تسمعها لجوليا؟ لجنوبي. تقنيات مبهرة رافقت حفل جوليا من الصوت إلى الإضاءة فالتصوير والجرافيكس، فكان حفلا ضخما هو الأضخم في الشرق الأوسط بمستوى عالمي شارك فيه 175 عازفا وعازفة. قبل أن تغني بكرة شنهار بكت جوليا عند حديثها عن والدها فأبكت الحاضرين. كان آخر واحد أمسك له إيده قبل ما أطلع على المسرح هو البابا. بابا ما بعرف وين أنت قاعد. غنت جوليا على المسرح باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة العاطفية والوطنية. الرئيس بري وقف أكثر من مرة يصفق لجوليا ويحييها، وطبعا لم تغادر جوليا المسرح قبل أن تغني للجنوب نرفض نحن نموت، تلك الأغنية التي وقفت منذ 27 عاما لتؤديها لأول مرة من على هذا المسرح، فأشعلت الجمهور. أما الشكر فلشقيق جوليا زياد بطرس العقل المدبر للحفل ولشقيقتها صوفي العقل المنفذ. شكر وتقدير وإيدي لها العين الكريم. تموز انتصار لبنان، كل لبنان شاء من شاء وأبى من أبى. غادرت جوليا خشبة المسرح لكنها لم تغادر قلوب الحاضرين، وخلدت في ذاكرة محبيها ليلة من ألف ليلة وليلة، ليلة حلم تمنى الحاضرون لو لا يستفقون منه.